سينا ملحن، لا ميعاد عنده ولا مبدأ. لا تتطلع إليه حين تكلمه، واخفض عنه نظرك تأدبا، وإذا انزعج وعلى صوته فاصمت تماما، وإذا خيرك بين أمرين فلا تبادر بالاختيار، وقل له: لك يا مولاي الاختيار. هل هو الله؟ كافر. ما الفرق بين المسلمين والمسيحيين؟ أنتم خير أمة تأكل لحوم الأغنام، ونحن خراف الرب ونعزاته ومعزاته. أنا بقرة، أنا بقرة، اذبحوني. أنت البقرة التي جئنا لذبحها؟ لا 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 لا، هذه البقرة هزيلة، يجب أن تسمن أولاً ثم يتم ذبحها. لا لا لا، اذبحوني، أنا البقرة، أنا بقرة. لما غلى ثمني عدمت المشتري، ابن سينا. فردقان للدكتور يوسف زيدان، اسمعوها الآن على إقرألي.